أتحتاج بعض المساعدة؟ معذرة يا رومبا. هذه شكراً بلغة الديناصورات يا روزي. رومبا، وعدت بتنظيف حوض الزهور معي. آسف يا روزي، سأذهب لأصطاد الديناصورات. ليس هناك أفضل من الاسترخاء في ضوء الشمس. ماذا قلت يا عزيزي؟ لقد قلت ليس هناك أفضل من لا لا لا، ليس هذا، بل كان صوت. ما هذا الصوت؟ لقد أفزعتكما للغاية. حرباء مزعجة. أفزعتكما للغاية، شيء مزعج. هاي فلتعودا. كنت أمزح معكما فحسب. أتبحث عن شيء يا رومبا؟ أثار أقدام ديناصور، وبعضهم يطير أيضاً. أرأيتم أياً منها؟ لا بالتأكيد، من هذا؟ ديناصور مجنح، كان يعيش في العصور القديمة. لا يعجبني شكله نهائياً، أين ريشه يا ترى؟ فليتسابق معي، لا فرصة لديه. هيا يا رومبا، أحتاجك على الأرجوحة. آسف يا كرز، أنا أصطاد الديناصورات. أنت تصطاد ماذا؟ ديناصورات. أرجوكم التزموا الهدوء، لا أريدهم أن يعرفوا أني آت. هذا أكثر شيء سمعته مضحك. ما المضحك في الأمر؟ لم يعد هناك أي ديناصورات. كلها اختفت من ملايين السنين. ماذا؟ هذا صحيح، لم يعد هناك ديناصورات منذ زمن بعيد، حتى وأنا حبة بلوط. ربما لا يمكن أن نجد ديناصوراً حياً، لكن يمكننا البحث عن هيكل ديناصور. إنها عظمة ديناصور. رائع، مستحيل. رومبا، لقد نجحنا. هيا لنخبر الجميع يا كرز. رومبا. بلبلة، لن تصدقي ماذا وجدنا. لم أرى أي شيء أقدم مني من قبل. يمكنك أن تلمسها إن أردت. رومبا، كرز أخبرنا عن عظمة الديناصور، هل نستطيع رؤيتها؟ لكني أريد أن تروها بشكل لائق. ماذا تقصد؟ انبهروا، اندهشوا ولا تتأخروا، تعالوا وزوروا متحف ديناصور رومبا. رائع. لابد أن أرتشي هنا، أنا أعرف هذا الصوت جيداً. فلنره ماذا يمكن أن نفعل. يهو، أنا هنا. من هناك؟ إنه نحن. يهو. ماذا؟ من؟ يهو. آلة دارتي. حسناً، أتظنان أنه يمكنكما خداعي؟ هذه العظمة كانت في الأرض لآلاف، بل لملايين السنين، حتى قمت أنا وكرز بإخراجها سوياً. رائع. نعم، ربما هي لأحد هؤلاء الديناصورات. كلا، في الواقع هي لهذا الديناصور الضخم. بينون، لابد أنك متحمس، فالعظمة كانت في حديقتك. لكن إنها ليست عظمة ديناصور يا روزي. ماذا؟ لا أدري كيف أخبر رومبا بالحقيقة، لا أريد أن أخيب أمله. آسف يا رومبا، لكن ما وجدته ليس سوى ذراع جروف القديم. كنت أعرف هذا من البداية. لا بأس يا رومبا، إني
لم تكن هذه عظمة ديناصور حقيقية، فلتبحث عن واحدة. الشجر جاهز يا روزي. أحسنت يا لين. ديناصورات، استعداد، انطلق. أها، تبدو هذه منطقة ديناصورات. نعم، رأيت واحداً. حسناً، لكن التالي لي. تحذير، احذروا من الديناصورات. أنا رأيتهم جميعاً، أشرس وأسرع ديناصورات في العالم. أحسنت يا رومبا. الملك والملكة. رابنزل، رابنزل، هيا أنزلي شعرك. أوه، ماذا فعلت يا بينون؟ ماذا فعلت؟ سأحكي هذا يا لين. لذا رابنزل أنزلت شعرها الطويل من البرج العالي، وتسلق الأمير عليه و... وعاشوا في سعادة إلى الأبد. مرحى. برج، أمير وسيم. أوه، شعر طويل. لا 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 لا، سوف أسبقك. بل سأسبقك. ربحت، أنا ملك التل. في الواقع أنت لم تربح يا كرز، بل نحن تعادلنا. لا، أنا ملك الحديقة كلها. حسناً، في هذه الحالة أنا ملكة الحديقة. لا أظن هذا. يمكن أن يكون هناك ملك وملكة، أليس كذلك يا بينون؟ نعم، في كثير من كتب الحكايات. حسناً إذن، لكنني المسؤول. ليس الأمر متعلقاً بالمسؤولية، الملك والملكة يجب أن يتعاونا معاً ويعتنيا بالجميع لتحقيق سعادتهم. حسناً، وماذا يفعلون أيضاً؟ تعد الملكات الفطائر مثل ملكة القلوب. أجيد هذا أيضاً. ويجيد الملوك ركوب الخيل. الملكات يجدن هذا. أنا مثلاً أجيد ركوب الدراجات يا رومبا. أعرف شيئاً كل الملوك والملكات يفعلونه. يعيشون في منازل ضخمة جداً تسمى قصور. قصور. سوف أبني واحداً، وعندئذ سأحكم الحديقة. سوف أبني قصري الخاص، ويمكن للجميع زيارتي في أي وقت. رائع. هدوء. ضوضاء شديدة، هناك من يحاول أن ينام. معذرة، آسفة يا بلبلة. أنا الملك، ليس علي أن أهدأ. حسناً، يبدو لي أنني لن أنام في هذه المملكة الصاخبة. ما أحتاجه هو برج لطيف وهادئ تماماً مثل رابنزل. سأبحث لي. هيا افسحوا الطريق للملك. يبدو أنه لا هدوء ولا سكينة هنا أيضاً. ما رأي فخامة الملك؟ لا، لا يصلح لبناء قصر يليق بملك. قنادس، الأفضل في البناء. أهلاً ميت وانت، هلا تساعداننا في بناء أكبر قصر في المملكة؟ أجل أجل أجل، نحن الأفضل في البناء. هيا إذن، فلنتحرك. إلى أين هذه المرة؟ مكان ليس ظاهر،
يمكن حمايته. المتاهة! أخيراً أنعم بالهدوء! سأنام لأزداد جمالاً! لماذا طار النوم من عيني؟ هذا هو أفضل مكان لبناء قصر للملك! كاراز، لقد وجدته قبلك، أليس كذلك يا رومبا؟ أوه، أظنكما وجدتماه معاً في نفس الوقت. يتعين عليك أن تجدي مكاناً آخر لقصرك. كلا، بل عليك إيجاد مكاناً آخر لبناء قصرك أيها الملك كرز. فلتشيد القصر سوياً. لا، فليشيد كل منا نصفه. حسناً، والنصف الأفضل سوف يحكم كل من في الحديقة. قصري يبدو رائعاً جداً. ونصفي أيضاً. ما الذي يحدث؟ النجدة! لا يمكنني الخروج. ما هذا؟ يا إلهي، بلبلة محبوسة. بلبلة حقاً في محنة مثل رابنزل. يا إلهي، من سوف ينقذ أميرة مسكينة؟ أنا أقصد بلبلة. سأنقذك يا بلبلة. لا فائدة يا روزي، علينا أن نتعاون معاً فحسب. حسناً، فلنتعاون. فلتصمدي يا بلبلة. النجدة! سأنقذك. أنتم أبطالي. مرحبا. فليحيا الملك كرز والملكة روزي. رحلة السفاري. ماذا تقرأ يا بينون؟ كتاب عن حيوانات العالم. أسود ونمور وأفلال. أظنك تقصد أفيال يا كمون. أنا أقول أفلال. لابد أن تذهب في سفاري. سفاري؟ سفاري يا كمون. إنها رؤية الحيوانات البرية في أماكن معيشتها. سفاري. حسناً، أعتقد أننا نستطيع المحاولة. للبحث عن أسود وأفيال، لكنهما لن يجدا أي حيوان بري. كمون مسكين حقاً، سيخيب أمله كثيراً. أعرف طريقة لجعل مغامرتهما ممتعة، فلنصنع آثار مخصوصة ليتبعها. كمون سيحب هذا. انظري يا روزي، مثل آثار حمار وحشي أو ربما وحيد قرن. رائع. إنها كبيرة مثل قدم فيل. انظر انظر،
تبدو كأنها آثار حيوانات. هيا هيا نتبعها. آثار الأقدام هذه لأي حيوان؟ فرس النهر وأيضاً وحيد القرن. انظر هناك، أظن أنني أرى شيئاً يتحرك. حيوانات. يجب أن نكون هادئين، لا نريد أن نخيفهم. ماذا؟ روزي؟ رومبا؟ ماذا تفعلان؟ لقد كنا نصنع أثار أقدام لكما. فهمت، ظن كمون أنها حقيقية. لا حيوانات. نعتذر، ظننا الأمر ممتعاً. لا بأس يا روزي، آسف يا كمون، ربما لا توجد حيوانات برية في الحديقة. حيوانات. إنه نمل. نمل. انظري، إنهم صغار. مذهل. واو، إذن هناك كائنات برية في الحديقة. في نهاية الأمر حشرات صغيرة. لما لا نقوم معا برحلة سفاري؟ لين، كرز، أسرع، تعال ساعد في رحلة السفاري. مدهش، رائع. كائنات صغيرة جميلة. نعم يا كمون، لدينا الكثير، لكن ماذا سنفعل بها كلها؟ فلنصنع حديقة لهم، عندئذ سنراهم وقتما نشاء. نعمي، مرحبا. وضعنا لهم الأغصان والأوراق لتشبه منازلهم، لكن يبدو أنهم يريدون الخروج. ستكون أسعد لو أعطيناها طعاما. هيا نبحث لها عن طعام. آسف يا روزي، لا أظن الحلزون يحب مخفوق الفراولة بالحليب، وأظن أن الجزر صلب بعض الشيء على الفراشات، لكنه لذيذ. ماذا عن هذا؟ الجميع يحب الكعكة المحلى. شهية، إنها لذيذة يا لين، لكن ليست للديدان. أمسكوهم. انتظروا، لا تعيدوهم إلى الأوعية. أظنهم قد هربوا لأنهم يشتاقون لموطنهم. أظن بين محقا. أردت أن أعتني بهم جيدا، لا أن أجعلهم تعيسين. لا تقلق يا كرز، يمكننا إسعادها مجددا، فلنعدها لمواطنها. يا للخسارة. آسف يا كمون، لابد أن نعيدها إلى حيث تنتمي. أين يا
يعيش النمل في عش النمل. إنه هناك. لحسن الحظ أن ذاكرتي قوية، أتذكر كل شيء. إلى اللقاء يا فراشات. أتذكر أين تعيش يا رومبا. تعيش هناك. الوداع يا أصدقائي. أحسنتم جميعاً. كل الكائنات عادت إلى موطنها. ليس تماماً يا بينون. مرحباً يا صغيرتي. أخبريني أين تعيشين؟ كرز يعرف، فهو يتذكر كل شيء. لست واثقاً. ليه بأس؟ لدي طريقة لنعرف هذا. رائع! طريقتي لتذكر الأشياء، أرسمهم. والآن أتذكر تماماً أين تعيش الدعسوقة. اتبعوني. الدعسوقة. كنت أتساءل أين ذهبت. لقد كانت تعيش هنا على جذعي. أحسنت يا لين. الوداع يا دعسوقة. ألا يحزنك أن تودعها يا كمون؟ لا، سأزورها في أي وقت.